اتكلمت على الاجتماع الخاص بمجلس إدارة النادي الأهلي اليوم، وقالت كمان ان هيكون خلال الاجتماع ده في بحث التدعيمات يناير. يعني هو كان قبل الاجتماع مش خلال الاجتماع، قبل الاجتماع كان في بحث التدعيمات يناير من خلال اجتماع خاص بالكابتن محمود الخطيب مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي. آخر تطورات المفاوضات ايه مع بعض اللاعبين وأبرزهم؟ على فكرة ابرزهم حسين الشحات. البعض بيقول لك حسين الشحات خلاص بعد عن النادي الاهلي، مفيش مفاوضات ولا حاجه. لا، حتى الان حتى هذه اللحظه طبقا لمعلومات عن النادي الاهلي ومسؤولين في النادي الاهلي ان لسه في مفاوضات مع حسين الشحات لاعب فريق العين الاماراتي. مفاوضات وارد جدا ان هي تاخد وقت، مفيش مفاوضات تخلص في يوم وليله، وفي مفاوضات بتاخد اكتر من شهر. الاهلي مهتم بحسين الشحات بقاله فتره كبيره، كمان مش شهر ولا حاجه، اكتر من سنه كمان. وكان يعني معلومه ما اعتقدش ان هي تغفل على الكثير من الجمهور النادي الاهلي، ان رمضان صبحي او عفوا طبعا حسين الشحات كان في فتره من الفترات وبالتحديد اثناء تولي الكابتن حسام البدري مديرا فنيا للنادي الاهلي كان الموضوع شبه منتهي. مش شبه منتهي، لا هو كان انتهى، وكان اللاعب مضى، ودي معلومات انا بقولها لحضراتكم. اللاعب كان مضى في عهد الكابتن حسام البدري، وكان ما بين 10 ل 12 مليون جنيه مصري. كان الموضوع منتهي، لكن كابتن حسام البدري غير قناعاته في هذا التوقيت، وحاجه تحترم كمدير فني طبعا للنادي الاهلي في الوقت ده ورؤيته، وكل واحد ليه وجهه نظره. كان هو ما كانش مقتنع بقدرات حسين الشحات في الوقت ده، رغم ان هو كان متالق بشكل كبير جدا، لكن تبقى وجهه نظر كابتن حسام البدري مدير فني قدير طبعا، وجهه نظر تحترم في هذا التوقيت بعدم التعاقد مع حسين الشحات. دلوقتي النادي الاهلي بيسعى للتعاقد مع حسين الشحات، المبلغ هيكبر بشكل كبير جدا، خصوصا بعد تالقه في بطوله كاس العالم الانديه مع العين الاماراتي، وكان احد ابرز لاعبي البطوله بشكل عام، مش العين بس. فلسه كمان على فكره حسين الشحات في الصوره بشكل كبير جدا من جانب رمضان صبحي. اعتقد دول هيكونوا صفقتين سوبر جدا للنادي الاهلي، وهيفيدوا الفريق بشكل كبير. فزي ما قال الفجر كده، كان في بحث التدعيمات يناير ما بين كابتن محمود الخطيب وكابتن سيد عبد الحفيظ. ما كانش طبعا مش هيكون في الاجتماع، لكن هيكون او كان خلاص قبل الاجتماع على طول، بالتحديد الساعه 3 كان في اجتماع ما بين الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي. طيب خبر